ندرس نصا من رؤيا يوحنا لأنه يلخص كل المعلومات في نهاية المطاف. وإليكم ما ورد في الآية 10 من الإصحاح 17 من رؤيا يوحنا، وسبعة ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد. وسوف نتكلم عن الملك الموجود وعن الذي لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. إذن لدينا 7 ملوك سقط منهم 5، ونناقش تفصيليا موضوعهم خلال هذه السلسلة وخلال السلسلة التالية. سوف نكمل دراستنا خطوة خطوة وصولا إلى يومنا الحالي وما يشهده من أحداث. وآمل أن يمنحكم موضوع النبوات تبصرا بخصوص ما يجري في العالم اليوم، بحيث أحضر وإياكم قلوبنا لمجيء الرب، وأتمنى أن تتمكنوا من متابعة هذه السلسلة. وقد ناقشنا عددا من الممالك الخمس التي سقطت، ومنها مملكة بابل. تذكروا كيف أرشد الله نبوخذنصر من خلال أنبياء مثل إشعياء وإرميا وحزقيال، ووصف ما سيحدث بدقة، وقد جرت الأحداث كما سردها الله تماما وفي الموعد المحدد، في الموعد المحدد. ومن ثم سقطت مملكة بابل أمام مملكة مادي وفارس التي مثلها الدب. ولعلكم تتذكرون الوحش ذا الرؤوس السبعة ومنها رأس الدب، وقد تنبأ الله من خلال كلامه بالأحداث قبل وقوعها بمئات من السنين، وذلك بدقة مطلقة. ودرسنا تلك النبوات المرتبطة بمملكة الفرس وما جرى فيها، ثم تبينا أنها سقطت أمام مملكة اليونان. ومرة أخرى وصف الرب من خلال كلامه ما سيحصل بدقة، وأشار إلى أن هذه القوة ستكون عالمية، وقد تواجدت قوى عظيمة أخرى لكنها لم تسيطر كما فعلت مملكة اليونان التي أطاحت بكل ما صادفته. وهذا ما جرى تماما، كما ورد أن مملكة أخرى سوف تخلف اليونان وسندرسها اليوم، وهي مملكة روما الوثنية. وقد اختلفت روما الوثنية عن الممالك الأخرى، وفي مملكة بابل كان نبوخذنصر الشخصية الأبرز، وقد ساهم في ترقية المملكة وشن المعارك، لذا كان الشخصية الأبرز. أما في مملكة مادي وفارس فكان قورش الشخصية الأبرز، وقد وحد المملكة وخاض الحروب وما إلى ذلك. أما في اليونان فالإسكندر الكبير كان الشخصية الأبرز وقاد الشعب وجمع شتى الممالك. ولكن اختلف الوضع في روما، إذ لم يبرز رجل كشخصيات الممالك السابقة، وكانت روما آلية سياسية لم يسبق لها مثيل. كانت آلية سياسية برزت وأطاحت بكل ما اعترض طريقها، وسميت مملكة روما الحديدية نظرا إلى قوتها. هكذا وصفت روما، وفي الواقع حكمها مجلس شيوخ. إذن كان لديهم مجلس شيوخ وأشخاص ذو مراتب عالية، وقد نظموا البلدات والمدن على التوالي ووحدوها، وتقدمت الآلية المذكورة عبر البلاد وأطاحت بكل ما صادفت، وقد ورد ذلك حرفيا في الكتاب. وفي الواقع وجب على الشخص أن ينتمي إلى الجيش ويعمله لحسابه لمدة 10 سنوات قبل أن يمكنه استلام منصب سياسي في روما. كان ذلك من الشروط الأساسية، الانخراط في الجيش لمدة 10 سنوات قبل استلام منصب سياسي في روما. وبهذه الطريقة أحكموا السيطرة على المملكة، وكان الجيش قويا جدا، وكان أصحاب المراكز السياسية
ينتمون إلى الجيش وقد تقدموا عبر البلاد وأطاحوا بكل ما اعترض طريقهم. ولو نظرتم إلى هذه الخريطة ستتذكرون ما درسناه على مدى اللقاءات السابقة، وقد ركزنا انتباهنا على آسيا وجميع بلدانها، وخصوصا آسيا الصغرى وبعد بروز مملكة اليونان. لاحظنا انتقال السلطة بشكل جذري، إذ كانت آسيا تسيطر على كل المنطقة، وإذ بالنفوذ ينتقل إلى أوروبا، وأوروبا سيطرت على العالم طوال 2000 سنة، سيطرت على كل العالم. وقد انتقل الإيطاليون إلى إيطاليا وبدأوا ينشئون المدن والحكومة على نحو لم يسبق له مثيل، ووحدوا المنطقة، فصارت روما قوة هائلة ومصدر طاقة وجرفت كل ما صادفت. والآن نستعرض كلام الله، وإليكم ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر دانيال، وقد سبق أن درسناه وسندرسه من جديد لأنه يصور المشهد. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، أي مملكة بابل. صدره وذراعاه من فضة، أي مملكة مادي وفارس. بطنه وفخذاه من نحاس، أي مملكة اليونان. ساقاه من حديد، أي روما. روما الوثنية ساقان من حديد. وإليكم التتمة، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وقد سبق أن أخبرتكم بأن المملكة تقدمت عبر البلاد وأطاحت بكل ما صادفت بفضل قوتها ونفوذها الحديدي. وذلك ملفت، لأن روما تألفت من قسمين، روما الغربية وروما الشرقية. إليكم القسمان. ومن الملفت أن التمثال الموصوف في الإصحاح الثاني من سفر دانيال ذو ساقين، ما يشير إلى دقة كلام الله. فبخصوص مملكة مادي وبلاد فارس التي توحدت فيها قوتان، كانت تمثال ذا ذراعين. أما روما المؤلفة من قسم شرقي وآخر غربي، فترمز إليها ساقان، وسوف تحكم روما وتنظم وتحتل مملكة تلو الأخرى. والآن لننتقل إلى الإصحاح السابع من سفر دانيال. فمن مبادئ فهم نبوات الكتاب المقدس التكرار والتضخيم، التكرار والتضخيم، وهي الطريقة التي يعتمدها الرب لكي يساعدنا على فهمها. فنلقي نظرة على الإصحاح السابع. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، ولم يرد هنا ذكر قرن كالذي مثل الإسكندر الكبير، بل وصف وحش رهيب، وهو يرمز إلى حكومة وقوة تجتاح العالم، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه. وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه. إذن تقدمت روما عبر البلاد وأطاحت بكل ما اعترض طريقها، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذي قبله وله 10 قرون. إذن لم يكن الوحش ذا أوصاف محددة، فيما كان سابقه أسدا وهو وحش نعرف شكله. أما فيما يتعلق بمملكة مادي وفارس فقد شبهت بدب،
فيما شبهت اليونان بنمر أرقط، لكن روما ممثلة بتنين وهو وحش لا يتسم بأوصاف محددة ولم يسبق له مثيل ويختلف عن كل الوحوش. وقد قال المؤرخ الشهير جيبون ما يلي: إن تماثيل الذهب أو الفضة أو النحاس التي استعملت كرموز للأمم وملوكها قد حطمت واحدة تلو الأخرى على يد مملكة روما الحديدية، إذن أطاحت المملكة بكل ما صادفت. والآن سننتقل إلى الإصحاح الثامن من سفر دانيال بعد أن استعرضنا الإصحاح الثاني ثم السابع. وإليكم الآن الإصحاح الثامن، وهو يصف الأحداث بمزيد من التفصيل ويبين لنا ما حصل. فتعظم تيس المعز جدا. من كان ذكر المعز؟ اليونان. فتعظم تيس المعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء 4. من كان النبلاء 4؟ جنرالات الإسكندر الكبير الذين استلموا مملكة اليونان من بعده، واتجهوا نحو رياح السماء 4. انتبهوا فيما ننتقل إلى الآية 9 التي ستمنحكم تبصرا. ومن واحد منها، أي إحدى الرياح 4، خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب. خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي. والآية تصف مسار روما بدقة، إذ اتجهت فعلا نحو الشرق والجنوب وصولا إلى فلسطين الأرض المقدسة، وتعظم حتى إلى جند السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، أي أن المملكة ستمارس نفوذا هائلا على نحو ديني. وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وعبارة رئيس الجند تشير إلى المسيح، إلى المسيح، أي أن تلك القوة ستضاهي سلطة المسيح، وبه أبطلت المحرقة الدائمة، وهدم مسكن مقدسه، وهدم مسكن مقدسه، أي أن القوة ستؤثر على تقديم الذبائح اليومية، وستؤدي إلى هدم المعبد، خلافاً لجميع القوى الأخرى، لجميع القوى الأخرى. وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وقد فعلت روما ذلك تحديدا. وتذكروا أن روما كانت المملكة الحاكمة يوم ولد يسوع، أتذكرون؟ كانت المملكة الحاكمة، ولعلكم تذكرون أنها عارضت المسيح كما حاولت التخلص منه، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل. وفضلا عن ذلك عمد الرومان إلى تدنيس المقدس، وأنشأوا تمثالا وثنيا في الباحة، وأطاحوا بالذبائح اليومية ودمروا المعبد، قاموا بكل تلك الأفعال تماما كما ورد في النبوات. والآن سننتقل إلى الإصحاح 11 من سفر دانيال. وعلى فكرة يصعب على كثيرين فهم الإصحاح المذكور، إذ يقرأه كثيرون ولا يفهمون معناه. وقد قمت بأمر أتمنى أن يزودكم بفكرة عن معناه، إذ استعملت ضمائر في الإصحاح 11، ومنها هو وهي وغيرهما، لذا كتبت باللون الأحمر أسماء الأشخاص والأماكن.
عسى أن تفيدكم في فهم فحوى الإصحاح الحادي عشر. وقد ورد في الآية 15 من الإصحاح الحادي عشر: فيأتي ملك الشمال أي أنتيوكوس الثالث ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة فلا تقوم أمامه ذراع الجنوب أي مصر ولا قومه المنتخب ولا تقوم له قوة للمقاومة، والآتي عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده. إذن أتى الملك المذكور ودخل إلى أورشليم وسيطر عليها، وكانت تلك بداية روما الوثنية التي برزت واحتلت بعض الأراضي. ولكن فيما يلي من الإصحاح الحادي عشر ورد ذكر أشخاص تعرفونهم جيدا، اقرأوا معي: دانيال 11-17، ويجعل أي ماركوس أنطونيوس وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته ويجعل معه صلحا، أي ماركوس أنطونيوس وقد أخذ جنوده الرومان وذهب إلى مصر وسيطر على المنطقة برمتها. هذا ما فعله ماركوس أنطونيوس، ولعل ماركوس أنطونيوس كان الابن المفضل، وهو من الشخصيات البالغة الأهمية في الكتاب المقدس، وإليكم التتمة: ويعطيه بنت النساء أي كليوباترا ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له. وقد ذهب ماركوس أنطونيوس إلى مصر ووقع في غرام كليوباترا وتخلى عن كيف عساي أعبر تخلى عن حكمه بسبب كليوباترا إذ كان متيما بها. ولكن هل لاحظتم ما ورد في الكتاب المقدس عنها؟ وردت عبارة لا تثبت، وهي عبارة ملفتة، وقد كان مغرما بها وحاول أن ينتقل إلى مصر وينسى أمر روما، ولكن لم تجاره. وأعتقد أنها ارتأت أن علاقتها بقيصر مناسبة أكثر، يوليوس قيصر، وكان الأخير قد أمرها وماركوس أنطونيوس بأن يأتيا إليه، لذا طلبت من خادمتها أن تغلفها بخرق وتضعها في طرد وتطلب حملها وتمديدها عند قدمي يوليوس قيصر. وبالطبع عثروا على كليوباترا عندما فتحوا الطرد، وبالنتيجة وقع يوليوس قيصر في غرامها. إليكم ما حدث، والآية التالية تتحدث عن ذلك: ويحول أي يوليوس قيصر ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعيره فضلا عن رد تعييره عليه. وقد وردت هنا كلمة رئيس، وأظن أن كلمة أمير وردت في نسخة أخرى، ولعلكم تذكرون القصة، وهي تحكي عن أحد ضباط يوليوس قيصر الذي كان أميرا أو حاكما واسمه بروتوس، وقد حظي بروتوس برضا يوليوس قيصر وبدعمه بعد أن غير الظروف من أجله. وعليكم أن تفهموا ما كان يجري، فروما كانت جمهورية وحكمها مجلس شيوخ ونواب ولم يحكمها رجل واحد، ويوليوس قيصر أراد أن يكون طاغية، كان ذلك هدفه، إذ أراد أن يحكم روما بمفرده ويستحوذ عليها، وكانت تلك النقطة الأبرز، ولهذا السبب قتله بعض الأشخاص إذ أراد أن يكون طاغية ولا يسمح للجمهورية
بإدارة البلاد بالطريقة التي اعتبروها صحيحة، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد، ولا يوجد أي يوليوس قيصر يوم قتله رفاقه وصديقه بروتوس. هذا ما حدث، وإليكم التتمة. فيقوم مكانه، أي أغسطس قيصر، من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. ولعلكم تذكرون هذا الشخص لأنه كان الحاكم يوم ولادة يسوع، وإليكم ما ورد في الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، أي فرض الضرائب على الأرض الجليلة. أغسطس قيصر، وعلى فكرة لم يمت خلال معركة، بل مات بطريقة طبيعية، ولم يستطع أحد إنقاذه من الموت. وقد استعرضنا سفر دانيال خطوة خطوة، ورأينا كيف ذكر الله كلا من القوى. وسننتقل الآن إلى رؤيا يوحنا، لأنها تكمل القصة بعد سفر دانيال، وسوف نتبين ما ورد في رؤيا يوحنا بخصوص السلطة، وأن رؤيا يوحنا تكمل سفر دانيال. ولكي تفهموا رؤيا يوحنا يجب أن تفهموا سفر دانيال، لأنه أشبه بحجر أساس يتيح الفهم. إذن سنلقي نظرة على ما ورد في رؤيا يوحنا، وتحديدا في الآية الأولى من الإصحاح الثاني عشر: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. إذن امرأة تقف على القمر متدثرة بالشمس، وعلى رأسها إكليل من 12 نجما. وفي نبوات الإنجيل المقدس ترمز المرأة إلى الكنيسة، وهذه المرأة تمثل الكنيسة الأولى، لأنها تقف على القمر الذي يرمز إلى العهد القديم من حيث خرجت، وهي متدثرة بالشمس، أي الكتاب المقدس في أوج عظمته كما ظهر في الكنيسة الأولى. أما إكليل الاثني عشر نجما فيمثل التلاميذ الاثني عشر الذين سلمهم المسيح تعاليمه. إذن تلك المرأة تمثل الكنيسة، وإليكم ما ورد في الكتاب المقدس: وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. إذن كانت واقفة وهي حامل وعلى وشك الولادة. والآن لننتقل إلى رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس: أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعلى فكرة هذه نصيحة جيدة، أحبوا نساءكم وأيضا كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هذا كلام عن الكنيسة، أيضا يشبهها بالزوجة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. وما لم تكونوا فهمتم الآية يا رجال، فهل تعلمكم كيف تحبون زوجاتكم؟ هل فهمتم؟ ورد وجوب حب الزوجة، والآن إليكم الطريقة. فقد ورد في الآية: كنيسة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من ذلك. ولو أقنعتم زوجاتكم بأنهن مجردات من العيوب والتجاعيد سوف يحببنكم طوال حياتكم. إذن هكذا يجب أن تحبوا نساءكم وترعونهن كما الكنيسة، حسب ما يصورها المسيح. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة
إذن في نبوات الكتاب المقدس المرأة تمثل الكنيسة، الكنيسة. وإليكم الكنيسة في الإصحاح 12 من رؤيا يوحنا، وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. إذن في الإصحاح 12 المرأة تمثل الكنيسة، كما هنالك تنين له 7 رؤوس و10 قرون، وهو يوشك على الإتيان بحركة، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. إذن كانت المرأة على وشك الولادة، وكان التنين واقفا أمامها ومستعدا لالتهام الطفل فور ولادته، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، وقد ولد طفل واحد تنطبق عليه النبوة، والولد الوحيد الذي رأى النور وانطبقت عليه النبوة، وقد حكم جميع الأمم بعصا من حديد واختطف إلى الله وإلى عرشه، كان يسوع المسيح الذي انطبقت عليه النبوة. وقد ورد في الرؤيا أن التنين وقف أمام المرأة وكان مستعدا لالتهام الطفل فور ولادته، وأنا واثق بأن جميع الموجودين هنا يتذكرون قصة عيد الميلاد بحيث يمكنهم تطبيق النبوة، ومؤكد أنكم تذكرون المجوس الذين تبعوا النجم وقد لحقوا به حتى أوصلهم إلى أورشليم، وعندما بلغوا أورشليم راحوا يسألون عن الطفل الذي سيولد ملكا، وقد حكي أن ذلك أثار اضطرابا في المدينة بكاملها، حتى إن هيرودس استدعاهم وسألهم عن ضالتهم المنشودة، فأخبروه بأنهم يبحثون عن الطفل الذي سيولد ملكا، وعندئذ ذهب هيرودس إلى الكتاب وسألهم عن مكان ولادة الطفل، فأجابوه في بيت لحم، وقد طلب من المجوس أن يقصدوا بيت لحم ثم يعودوا لكي يعلموه بعد عثورهم على الطفل. ومن الملفت بنظري أن هيرودس استدعى الكتاب وسألهم عن مكان ولادة الطفل وأعلموه بأنه سيولد في بيت لحم، ولكن لم يتكبد عناء البحث عنه، لم يتكبد الكتاب عناء التأكد من كونه سيولد في المكان الذي عينوه. أما المجوس فقد تبعوا النجم إلى بيت لحم، وهناك عثروا على الطفل وقدموا له الذهب والمر والبخور، ولعلكم تعرفون لما قدموا تلك الأشياء، فالذهب هدية مخصصة للملوك، أما البخور فيستعمله الكاهن، والمر يستخدم في مراسم الدفن، أي كرموا المسيح كملك وكاهن وضحية، لذا قدموا له الهدايا 3، قدموها كلها للمسيح. وقد نصح ملاك أولئك المجوس بسلوك طريق مختلفة عن الذي سلكوها وهم آتون، لأن هيرودس نوى قتل الطفل. ولا أعرف كم انقضى من الوقت، ولكن عندما اكتشف هيرودس أن المجوس عادوا ولم يعلموه بمكان الطفل، أرسل جنوده إلى بيت لحم وأمر بذبح جميع الأطفال الذكور الذين قل عمرهم عن 2 سنين. وقد وقف التنين أمام المرأة وكان مستعدا لالتهام الطفل فور ولادته. ولو قرأتم الإصحاح 12 من رؤيا يوحنا سيتوضح لكم أن التنين يمثل الشيطان، لكن الشيطان لا يظهر نفسه ويقوم بأعماله على الملء عادة،
بل يعتمد دائما قوة أو نظاما معينا لتحقيق مآربه. وفي هذه الحالة استعمل روما الوثنية لكي يحاول قتل الطفل، الطفل يسوع، بحيث ضاها رئيس الجند. إليكم ما فعلته روما الوثنية. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. إذن الكنيسة، المرأة، اضطرت إلى الهروب إلى البراري حيث أعد لها الرب مكانا، وقد أمضت هناك 1260 يوما. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. إذن ركز قوته على الكنيسة لكي يحاول تدميرها والقضاء عليها. يا أصدقائي، روما الوثنية ركزت سخطها على الكنيسة. دعوني أشرح. لم يأبه الرومان بالإله المعبود، إذ كانوا وثنيين وعبدوا عدة آلهة فئان. لذا لم يأبه بالإله المعبود، بل كانوا يهتمون للولاء وأرادوا التأكد من الولاء لروما. إليكم غايتهم. ولكي يحققوا تلك الغاية خصصوا لأنفسهم آلهة معينة، وخاصة روما، الإله روما. وجلوا ما وجب على الناس فعله كان المثول مرة في السنة أمام تمثال الإله المذكورة، وحمل بعض البخور ورشه في الموقد أمام الإله بمثابة عربون وفاء. وبعد ذلك كانوا يعطونها شهادة تتيح لهم عبادة الإله التي يختارونها. لكن المسيحيين رفضوا القيام بذلك وقالوا سوف نعبد الرب دون غيره. إذن رفضوا، ورفضهم يا جماعة أدى إلى تركيز روما سخطها على الكنيسة بشكل يستحيل تخيله. وقد جمعوهم وصحبوهم إلى حلبات، ووقفوا في الحلبات حيث تجمعت فيها الحشود. وبما أنهم كانوا وثنيين كما تعلمون، كانوا معتدين على مشاهدة المجالدين يتعاركون فيقتلوا واحدهم الآخر. وقد تجمعوا في الحلبات ووقفوا وصوبوا إبهامهم نحو الأسفل في وجه المسيحيين، وإذ بأسود تم تجويعها لأيام تدخل إلى الحلبات وتجعل من أولئك الأشخاص وجبة. وإليكم معلومة أصدقائي، هذا ميراثكم، هذا ميراثكم. مفهوم؟ من يقول أنا مسيحي فهذا ميراثه، فقد آمنوا به ودافعوا عنه، ولهذا سبب أنتم هنا الليلة، ولولاهم لما توجدتم هنا. لذا من يقول منكم أنا مسيحي، ليعلم أن لتلك العبارة معنى ومغزى، ويجدر بنا أن نتحلى اليوم بالإيمان العميق الذي تحل به آنذاك، وأن نقف وندافع عن معتقداتنا ونبني إيماننا على هذا الكتاب، ونعبد الرب دون غيره، دون غيره. وقد سلط الرومان سخطهم على الكنيسة وليس لفترة وجيزة، بل طوال سنوات. وبالتالي اضطهدت الكنيسة، وترون صورة لسراديب الموتى. وقد نزل المسيحيون تحت الأرض وحفروا أنفاقا تحت روما وسكنوا في المقابر
ويا جماعة، ثمة أشخاص ولدوا وعاشوا وماتوا من دون أن يروا نور النهار. إذا أمضوا حياتهم في سراديب الموت، وقد زرتها وتجولت فيها، وفيما مشيت رأيت غرفا مليئة بجماجم للأشخاص الذين عاشوا في السراديب وماتوا فيها، وقد ألقي القبض على الذين خرجوا منهم وقتلوا، لذا سكنوا في سراديب الموتى طوال سنوات، إذ أن أهل روما الوثنية كانوا يطاردونهم وكأنهم حيوانات لكي يقتلوهم، وقد سلطوا سخطهم عليهم. أما المسيحيون الذين لم يعيشوا في روما فوجب عليهم أن يهربوا، وقد ذهبوا إلى شمال إيطاليا وجنوب فرنسا وما يسمى جبال الألب، وقد شكلوا قبائل مثل الولندسيين والألبنجنسيين وغيرهما من القبائل المختلفة التي عاشت بين تلك الجبال، وقد عاشوا هناك، إذ اعتقدوا أن بإمكانهم أن يتعبدوا كما يحلو لهم. ولو قصدتم المكان سوف ترون مشاهد جميلة، ولا يسعني أن أصف لكم روعة بعض الوديان، وبينها توري بليتشي وأماكن أخرى تأسر من يعبرها، أماكن جميلة جدا، وقد سكنوا بين الجبال، وكان أهل روما الوثنية يرسلون أشخاصا لكي يطاردوهم، كانوا يرسلون جنودا لكي يطاردوهم ويقتلوهم، وقصتهم ملفتة. ولو قرأتم التاريخ ستعرفون أن الجنود كانوا يبحثون عنهم بهدف قتلهم، ومتى عثروا على أحد أولئك الرجال كان يتسلق جبلا فيعجز الجنود عن اللحاق به لأنهم لم يتمتعوا باللياقة البدنية الكافية للقبض عليه، فيما هرب نحو الجبال. وبما أن الرجال فعلوا ذلك قرر الجنود الإمساك بالنساء، ولكن اكتشفوا عجزهم عن اللحاق بهن فيما فررنا نحو الجبال. وقد وقفت عند مداخل كهوف، وكانوا يقصدون تلك الكهوف لكي يتعبدوا، وكان الجنود يأتون ويضرمون مواقد عند مداخل تلك الكهوف لكي يخنقوهم حتى الموت، وبالتالي كلفتهم معتقداتهم حياتهم. إليكم مصيرهم. إذن اضطهدتهم روما إلى أقصى حد، ومع مرور الوقت تفاقم الفساد في روما. ولا داعي لأن أخذ رواية نيرون وما إليها وأكتفي بذكر الفساد في روما، لكن روما حققت بعض الإنجازات المفيدة على الرغم من اضطهادها المسيحية، قامت بأفعال نافعة، ألا وهي شق مسالك وطرقات ومجار مائية آمنة للسفر، وكان الجنود يتجولون على الطرقات حاملان يافطات كتب عليها تحيا روما، وبالتالي أمكن الناس أن ينتقلوا من مكان إلى آخر من دون أن يخشوا النشالين والقراصنة، لأن روما جعلت الطرقات آمنة للسفر. ولا أعرف ما إذا كنتم تبينتم تأثير ذلك، لكن جعل الطرقات آمنة للسفر أتاح للمسيحيين التجول عبر أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وإلا لما استطاعوا القيام بذلك، إذن أتاحت روما الأمر. ولكن مع تفاقم الفساد تحركت عبر البلاد مجموعة من الأشخاص سميت القوط، وكانوا من البرابرة، وقد أتوا وراحوا يحتلون الإمبراطورية الرومانية، ومنهم الإنجلو ساكسونيون والفرانكيون والهيروليون والبورغونديون، وقد أتوا واجتاحوا الإمبراطورية الرومانية وقسموها إربا.
قسموها، وبالتالي سقطت روما وهلكت سنة 476 ميلادية. إذن حكمت روما لفترة أطول من أي أمة أخرى، وتحديداً من سنة 168 قبل الميلاد إلى سنة 476 ميلادية. لكن القبائل الجرمانية أتت وقسمت الإمبراطورية الرومانية وبالتالي أهلكتها. لكن ورد في الكتاب المقدس: والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون، أي القبائل الجرمانية العشر التي خرجت من الإمبراطورية الرومانية. إذن خرجت من مملكة روما، وتلك القبائل الجرمانية العشر، ومنها الإنجلوساكسونيون والفرانكيون والهيروليون والفانداليون والأستروغوثيون، كل تلك القبائل شكلت أمم أوروبا الغربية، شكلت الأمم الأوروبية. فالأنجلوساكسونيون مثلا صاروا الإنجليز، والفرنكيون صاروا الفرنسيين، والألمانيون صاروا الألمان. إذن شكلوا أمم أوروبا الغربية المعاصرة. والآن اقرأوا بانتباه: ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك. إذن ورد أن سلطة أخرى ستنشأ وستكون موضوع لقائنا التالي، القوة التالية التي ستبرز على الساحة. وقد درسنا مملكة بابل، وبابل سقطت أمام مملكة مادي وفارس، ثم مملكة مادي وفارس سقطت أمام مملكة اليونان، ثم مملكة اليونان التي سقطت أمام مملكة روما الوثنية، وسوف نتبين الآن سقوط الأخيرة أمام المملكة الخامسة، تماما كما ورد في الكتاب المقدس. إذن وصلنا إلى المملكة الخامسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود، والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. وسوف نلقي نظرة على المملكة الخامسة خلال لقائنا التالي، ونتبين كيف أرشدنا الرب خطوة خطوة عبر الزمن فيما نشرف على نهاية السلسلة. وبعد ذلك سننتقل إلى السلسلة التالية وصولا إلى الفترة التي نعيش خلالها. لذا أتمنى أن تستمروا بقراءة الكتاب المقدس ودراسة النبوات، وسوف تلفتكم كما ستحظون ببركة مميزة من الرب. أتمنى لكم جميعا يوما جيدا، بارككم ربنا يسوع المسيح. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, please send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, Post Office Box 1027, Loma Linda, California, 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Your gifts help bring the blessed hope of salvation to millions all around the world.